للسبلة العمانية أو ما يعرف كذلك بالمجالس العامة أهمية خاصة لدى الأهالي في كل محافظات السلطنة، حيث تعد جزءا من التراث ومن العادات والتقاليد الشعبية العمانية المتوارثة. وهذا المجلس فيه مساهمات من وجوه الخير وفيه من مساهمات من الأهالي، والحمد لله المجلس حسب ما خطط له قد إنشاء. بين الشخصية العمانية والسبلة العامة علاقة وثيقة، فهي المحضن لمختلف المناسبات الاجتماعية التي يقيمها الأهالي في أفراحهم وأتراحهم، فضلا عن دورها الثقافي والديني والتعليمي والتربوي. للسبلة دور كبير جدا سواء كان في القديم أو في الحاضر، فهي لها أدوار ثقافية واجتماعية و دينية ومناسبات أخرى ومتنفس للناس في الأفراح والأتراح ومدرسة أخرى من مدارس الحياة. في قرية الحيلين بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة أقيم هذا المعرض التراثي ضمن مناشط السبلة العامة للقرية، والذي يسعى من خلاله الأهالي إلى ربط الشباب بماضي وعادات الآباء والأجداد. المعرض هذا تعريف الجيل الجديد ماضي آبائهم وأجدادهم. في أشياء كثيرة في هذا المعرض تعتبر منسية، فإحنا نعيد للجيل الجديد ونحفز لهم ذاكرتهم ونعرفهم تراثنا. إلى جانب أهميتها الاجتماعية، تحظى المجالس العامة باهتمام ودعم رسمي، تأكيدا على دورها وارتباطها بالإنسان والهوية العمانية، حيث تمثل مركزا ثقافيا واجتماعيا يسهم في تعليم وتنشئة الأطفال والشباب. للسبلة العامة دور هام في تكوين الشخصية العمانية وربط الجيل الحاضر بماضي الآباء والأجداد. من قرية الحيلين في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي.